نذهب مباشرة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في مؤتمر صحفي. على تيد عام يهودي بازدهار هذه الحرب على مستقبل الشعب اليهودي، على الشعب الذي يقيم في صهيون، وفي هذه الحرب فإننا سننتصر. مع انطلاق هذه الحرب وضعنا هدفين: القضاء على حركة حماس كإطار عسكري وسلطوي، وإعادة المخطوفين إلى بيوتهم وعائلاتهم، ونحن سنعمل على تحقيق هذين الهدفين، وأنا أتعهد لكم بتحقيق هذين الهدفين. نحن نتقدم في المعارك ونعمق الإنجازات ونخوض مواجهات في جباليا وفي الشجاعية، نستهدف قوات حماس هناك ونستهدف كتائبهم التي تعتبر كتائب لا يمكن الانتصار عليها، هذه التي استعدت سنوات وشهور من أجل مواجهتنا. وأنا أقول إن هذه الكتائب على وشك التفكك، المقاتلون يستسلمون في عدة مناطق، هؤلاء المستسلمون يخرجون من الأنفاق ويقولون لنا بأنه لا يتوفر لديهم سلاح ولا طعام، وأنهم يشعرون بأنهم منعزلون ولا يعرفون شيئاً. نحن نعرف أن قادة هذه الكتائب موجودون عميقاً تحت الأرض ويسعون إلى موتنا، بين من سلموا أنفسهم هناك من شاركوا في 7 أكتوبر وقاموا بقتل إسرائيليين وأطفال ونساء، والآن ليس لديهم إلا خيار واحد: إما الموت أو الاستسلام. أولئك الذين يختارون الاستسلام يضعون السلاح ويسلمون أنفسهم لقوات الجيش، وهم يقولون لنا أمورا مهمة: أنهم على وشك الانكسار في شمال القطاع في مدينة غزة، ونحن سنواصل العمل بهذه الطريقة في أماكن أخرى. مصير الكتائب الأخرى التي تقاتلنا لن يكون مختلفا، سنقوم بتفكيكها، وهذا يحدث الآن في خان يونس ومحيطها. وأنا الآن أدعو لكل هذه الكتائب وللإرهابيين ولقادتهم وقادة الكتائب بأن يستسلموا. إذا استسلمتم فيمكن أن توقظوا حياتكم، وإن لا تفعلوا ذلك فأنتم تحكمون على أنفسكم. لا يوجد بديل أمامكم: إما الاستسلام بدون شروط أو الموت. في الفترة الأخيرة أنا أسمع حوارا وجدلا حول أن قادة حماس يناقشون مستقبلهم، وأنا أقول: مصير قائد حركة حماس يحيى السنوار وكل قادة حماس الكبار هو نفس المصير: إما الاستسلام أو الموت. لا يوجد خيار ثالث. من يستسلم يتم التعامل معه بطريقة محددة، ومن يفعل غير ذلك فإنهم حسموا مصيرهم بالموت. كل من يفضل الاستسلام كما يحدث مع المئات في شمال قطاع غزة، فنحن نحافظ على حياته، وغيرهم واجهوا الموت في المعارك. نحن نعرف كيف ننتصر وكيف نقاتل وكيف نقضي على حركة حماس، وسنواجه كل من يقاتل. أريد أن أستغل فترة عيد الأنوار لشكر حليفتنا الكبرى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تقدم لنا الدعم وتقدم لنا الشراكة في القيم وفي المصالح. نحن معا في جبهة واحدة عالمية لقوات النور ضد الظلمات، المكابيين ضد الأعداء.
وأنا أشكر الولايات المتحدة وأقول لهم بأننا سننتصر. أشكرهم على الدعم العسكري والأمني والسياسي. أشكر الرئيس بايدن ووزير الدفاع أوستن الذين تبين أنهم أصدقاء حقيقيون في الأوقات الصعبة. في هذه الفرصة أيضا أريد أن أقول لكل قادة الدول الذين يصوتون بطريقة مختلفة، من يصوت باليد اليمنى ضد القضاء على تنظيم الإرهاب الشرير حماس في غزة لا يمكن أن يصوت أيضا ضد وقف إطلاق النار. نحن سنواصل حتى الانتصار، ولا يمكن قبول وجود ظاهرة شر كهذه إلى جانب الإنسانية، إلى جانب الحضارة. هذا لا يمكن أن يحدث في إسرائيل، ولا يمكن أن يحدث في أي مكان آخر. الجيش سيواصل العمل بكل ما هو مطلوب. سنقلب كل حجر من أجل إعادة أسرانا. إذن مشاهدينا، كان هذا جانب من المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي تحدث فيه عن إنجازات عسكرية كبيرة للجيش الإسرائيلي في جباليا والشجاعية استهدفت حماس وكتائبها التي استعدت لشهور وسنوات لمواجهة إسرائيل. أشار إلى موضوع أن المقاتلين الفلسطينيين في شمال غزة يستسلمون ويخرجون من الأنفاق، يسلمون أنفسهم لإسرائيل ويقولون لها أو للجيش الإسرائيلي لا يتوفر لديهم السلاح والغذاء ولا يعرفون شيئا عن قادتهم. من بين من سلم نفسه كان هناك من شارك أيضا في عمليات 7 أكتوبر، وليس يقول وزير الدفاع الإسرائيلي أنه ليس لديهم خيار إلا الموت أو الاستسلام، وسيواصلون العمل بهذه الطريقة أيضا في أماكن أخرى من قطاع غزة، في إشارة طبعا لمناطق الجنوب في غزة، وسنقوم بتفكيك الفصائل وندعوهم للاستسلام في خان يونس. وأشار إلى مصير قائد حركة حماس يحيى السنوار بأنه نفس المصير أو الاستسلام أو الموت. شكر الولايات المتحدة على الدعم وعلى الوقوف إلى جانب إسرائيل وأنهم في جبهة واحدة في هذه الحرب. سنتابع بالتأكيد أي تطورات جديدة ومواقف جديدة من الجانب الإسرائيلي أيضا وردود فعل حول هذه التصريحات.